مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم ولقاء متجدد مع قلوب مصريه. قلوب مصريه النهارده باقه ورد بنهديها للاخوه الاقباط بمناسبه اعياد القيامه. باقه ورد بهديها لكل شهداء الوطن، الشهيد محمد الحوفي شهيد الوطن. كل حاجه كويسه بنهديها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد العظيم، بنهديها لمجلس الوزراء على اداره الازمه في الفترة الصعبة جدا اللي احنا بنعيشها الايام ديت. بقول لكل واحد قاعد على صفحات الفيس، لكل واحد قاعد بره في قطر وفي تركيا، الناس المرتزقة والناس العملاء، الناس الخونة اللي قاعدة تشوه في البلد وقاعدة تقل من البلد، بقول لهم اتقوا الله شوية، لأنه في يوم من الأيام هترجعوا، وهترجعوا مذلولين، وهترجعوا مطرودين، وهترجعوا مكهورين. خلونا النهاردة نجدد تحياتنا بالقادة، بعض قادة رجال حزب مستقبل الوطن. احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا عندنا اكتر من 100 حزب موجودين على ارض الواقع، اغلبهم عبارة عن اوضة وحمام، اوضة وصالة، وكلهم بيخدموا على حد يمكن ما شفناش حد فيهم في ادارة الازمة. مشاكل كتير مرت بيها البلد، وبندور على حد، بندور على حزب من العمالين كل شوية تعبيننا ودوشيننا على الفيس، يا جماعة انتوا فين؟ لا، خلونا النهاردة نقابل قيادات حزب مستقبل الوطن، اللي بصراحة ان انا مش شايف غيره. يعني انا مع احترامي الكامل لاي حد، انا مش شايف غير حزب مصاب الوطن وبعض الاحزاب يمكن بعدد صوابع اليد. خلونا نرحب بضيوفي، الاستاذ محمد سعيد هلال. اهلا يا فندم. الامين العام لحزب مصاب الوطن بامانه مركز برنوس، اهلا وسهلا بك يا محمد. اهلا بك يا فندم. اهلا اهلا بك. الاستاذ حسن العفش، الامين العام المساعد لحزب مصاب الوطن بامانه مركز برنوس، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك يا فندم. خلونا نبدا حوارنا ونتعرف على حزب مستوى الوطن في مركز ابو النمرس، وايه موقع مدينه ابو النمرس، عدد القرى وعدد الوحدات. عاوزين ناخد تعريف عن الامانه الحزبيه للحزب الموجوده في ابو النمرس. يا اهلا وسهلا يا فندم. قبل ما اتكلم عن حزب مستقبل الوطن في المركز عموما، احب اتكلم على الحزب عامه في المستوى الجمهوري. وأول ما تولينا الأمر بتاع الحزب مستقبل الوطن، أنا فوجئت إن أنا في حالة يعني فعلا جديدة جدا على المكان، على العمل الحزبي أو العمل السياسي اللي متجه في الإطار ده، مع قيادة حكيمة عندنا طبعا رئيس الحزب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ومعالي المهندس نائب الاول للحزب اشرف بيه رشاد، مع اخونا الكبير يعني عادل بيك ناصر، ده امين المحافظه. انا فوجئت من اول لقاء ان الدعم كله ان ازاي نتواصل مع الجمهور، ازاي نبقى متواجدين في الشارع، ازاي نقدر نقدم خدمات من خلال الحزب للمواطنين اللي موجودين في قلب المنطقه اللي احنا موجودين فيها. ده طبعا غير حاجات كتير جدا وغير فكر مع كتر اللقاءات مع عادل بيه، والتوجيهات اللي بتجينا من ابو هابي عبد الرازق واشرف بيه رشاد على ان ازاي نخطو خطوه لقدام، ازاي النهارده نتحرك لحركه قدام، ما نقفش النهارده محلك سر، مش يبقى حزب موجود يعني اسم كحزب موجود، لا احنا عايزين حزب يبقى ليه تواجد، ليه فعل، ليه عمل، ليه اتجاهات نتكلم من خلالها، واخد بال معليك، بنعمل فيها فعاليات يبقى فعلا موجودين. ده طبعا تم بعد كده من خلال الامانات اللي اتكونت عندنا. احنا امانه مركز ابو النمرس اتكلم برضو عليها، هي تتكون من 42 عضو في هيئه المكتب، منهم 32 امناء وسبع اعضاء وثلاثه مساعدين. واجمالي ده اجمالي عدد هيئه المكتب. ان اما الوحدات الحزبيه فتوجد عندنا وحدات 16 وحده حزبيه موجودين في المركز. اللي انا لمسته مع كتر التعامل مع الاعضاء وامناء الوحدات، حقيقي مش قادر يعني انا نفسي اذكر اسمائهم كلهم، ال 42 عضو اللي موجودين في هيئه المكتب و16 امين مع ال 20 عضو بتاعهم او 18 عضو بتاعهم على المجهود. نعم فندم. اكيد هتنسى اسم ولا لا؟ مش ناسي، انا فاكرهم كلهم بس العدد كتير، لان فعلا انا مش قادر اقول انا كل اللي انا اقدر اقوله لهم كلهم وانا قاعد وانا مكاني هنا، اني بوجه لهم طبعا الشكر للي بيتعمل ده،
ده كل ده بيجينا من توجيهات من عادل بيه امين عامل محافظه عندنا، اللي عمل حاله يعني ايه خلانا ما بنتكلمش في حزب، احنا بنتكلم كعيله. العيله ازاي تخدم بعض؟ انت في منطقه معينه، على فكره الكلام ده مش على حزب مركز الجيزه فقط، لا ده اتضح ان على جميع الامانات بتاع المحافظه ال 21 امانه. كله بيتصارع النهارده على ان زي يقدم خدمه. انت بتعمل عمل وطني، عمل خدمي، وعمل تطوعي. العمل الخدمي والتطوعي ده لابد ان يوصل للناس، لابد ان يبقى على ارض الواقع. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا من الفاصل ونكمل حوارنا الشيق والممتع مع الاستاذ محمد سعيد هلال الامين العام لحزب مصاب الوطن امانه مركز ابو النمرس، ونستكمل كلامنا عن دور الحزب في على ارض الواقع. يعني احنا سمعنا عن الحزب وقرينا كتير عنه وعلى المواقع والصفحات مال الدنيا، لكن ايه الفعاليات اللي بتتم على ارض الواقع يا محمد دي؟ حقيقة من أول ما بدينا في بداية، احنا بدينا في آخر 2019 في أول 2020 زي ما قلت حضرتك، كون التشكيل بتاع الحزب، كونت الأمانات بتاع الحزب، أنا لقيت يعني شغلة نشاط. طب حضرتك على أي أساس بتختار الأمن؟ يعني لهم مواصفات معينة ولا أكيد طبعا يا فندم نرجع زي زمان أيام المحسوبيات؟ لا يا فندم، لا يا فندم، وعائلة فلان وعائلة كذا والاخر خالص الحزب يبقى. لا يا فندم، لا يا فندم، اولا ليها عشان اختار الامين الوحده اللي موجود في المكان او العضو، ليها اليات انها تؤهله للقوم بهذا العمل. او لذلك عشان كده بقول لحضرتك ان النهارده بقى في تسابق ما بين الوحدات. انا ما عنديش وحده النهارده من ال 16 وحده مش شغاله. ما عنديش وحده ما بتجريش في كل مكان. مع الظروف اللي موجوده فيها البلد حاليا دلوقتي، واخد بال حضرتك، والتوجهات اللي بتجينا من عادل بيه ومن ابو وهاب بيه واشرف بيه، ان احنا في اطار ماشيين في اطار السياسه بتاع الدوله، هو الوقوف مع المواطن في كل مكان في المنطقه اللي احنا موجودين فيها. ففي تسابق من الاعضاء ذات نفسهم، من امناء الوحدات وامناء التنظيم وجميع الامانه، النهارده شغاله بشكل غير طبيعي. فبقى في عندي تسابق. انا لما باجي اتكلم حضرتك على الفعاليات اللي موجوده عندي، انا بتخطى مثلا، في صور للفعاليات يا ريت نشوفها. موجوده يا فندم طبعا. انا بتخطى في الشهر اكتر مثلا من 45 فعاليه او 50 فعاليه في الشهر الشباب عندي بيعملوها. ابتدينا الاول طبعا لما في بدايه 2012 مع بدايه الفعاليات، كانت بناية تهنئة اخواتنا الاقباط المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، واخد بال حضرتك، وده رحنا طبعا باعضاء هيئة المكتب وبعض امناء الوحدات، وهنأناهم في المطرانية وفي جميع الكنائس اللي موجودة عندنا في المركز. بعد كده كان في عندنا طبعا اعياد الشرطة، ورحنا اعياد الشرطة وعيدنا على للمركز والاقسام، وما قصرناش على مركز ابو النمرس، لا احنا عدينا ورحنا كمان الحامضية، احنا عايزين يبقى في تواصل، رحنا البدرشين، واخد بال معاك. طب خلينا نروح للاستاذ حسن، اتفضل يا فندم، ونقول له ازاي بيتم الترتيب للفعاليات؟ يعني هي بتبقى حاجه مفاجاه زي مثلا الاحداث اللي مرت بها البلد الفتره اللي فاتت، ولا بيبقى في بروجرام او في برنامج موجود على مدار اشهر معينه بالتنسيق مع الامانات بنبتدي نشتغل؟ والله يا فندم الاول اسمح لي اقول مقدمه صغيره كده. اتفضل. بدءا اشكر واتوجه بالتحيه للسيد الرئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي والقياده السياسيه متمثله في الحكومه والوزراء اللي شايلين البلد على اكتافهم، وهو احنا ممكن ما يكونش لينا تعليمات مباشره منهم، تعليماتنا بتيجي من خلال قياداتنا في الحزب. طبعا سياده المستشار عبد الوهاب عبد العزيز عبد الرازق والدكتور اشرف رشاد وامين المحافظه بتاعنا الاستاذ عادل ناصر، طبعا كل التحيه والتقدير، وامين التنظيم عبد الوهاب خليل. احنا حزب منظم، يعني ما بنشتغلش ارتجالي، بنبدا بان احنا نجهز لفعالياتنا بشكل مسبق من خلال قياداتنا، وطبعا القياده المباشره ليا محمد بيه سعيد هلال.
ان بتجي لنا تعليمات ان احنا ننظم هنعمل ايه بعدين ونبدا نجهز له ونجهز الكوادر اللي هتقوم بالفعاليه المعينه دي ويتجهز له الامكانيات سواء كانت امكانيات ماديه او امكانيات معنويه او دعم من خلال دعم رجال الاعمال في امانه مركز ابو النمرس اللي بجد يعني. انا كنت شايف حضرتك الفتره اللي فاتت في ازمه كورونا انا كنت شايف شباب كتير فريق عمل موجود، حضرتك انت عندك فريق لاداره الازمه ولا ده كان مستحدث وقت يعني؟ دي كانت طبعا هي الازمه فرضت نفسها علينا بس في نفس الوقت اشتغلنا معاها برضو بنظام، بدات بتوجيهات القياده العامه عندنا في الحزب لحد محمد بيه سعيد هلال وبدانا نتحرك فورا، يمكن كان بشكل سريع شويه التجهيز ليه ما كانش مسبق بشكل كافي لان سياسه الامر الواقع فرضت نفسها علينا. وبعد ما استعدينا لكده لقينا التطوعات من رجال الحزب على مستوى ال 16 وحده حزبيه وفي كل البلاد وفي كل القرى والعزب التابعه لامانه مركز ابو النمرس عندها استعداد تقدم كل شيء من تطهير وتعقيم، مشاركه في جميع الخدمات الحكوميه اللي بتتقدم اللي بيحصل فيها كثافات واعداد متكدسه ان هم يبعدوا بين المواطنين وبعضهم وتوزيع المطهرات والمعقمات عليهم لمنع انتشار فيروس كورونا اللي طبعا كلنا بندعي ربنا يزيحه وعلى خير على مصر كلها. احنا معانا مداخله للقس باسيليوس سمير. اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. كل عام وحضرتك بخير. وحضرتك بالصحه والسلامه. احنا معانا الاستاذ محمد سعيد هلال والاستاذ حسن امانه ابو النمرس بيقدموا لحضرتك كل التهاني بمناسبه اعياد القيامه. نشكركم جميعا على مشاعركم الطيبه واخص بالشكر حزب مستقبل وطن عن دائره مركز ابو النمرس متمثلا في السيد الاستاذ محمد سعيد هلال الامين العام للحزب عن امانه مركز ابو النمرس والسيد الاستاذ حسن الامين العام المساعد وكل اعضاء الحزب واشكر القناه والقائمين عليها. هو الاستاذ محمد كان عاوز يقدم لك التهنئه بنفسه. كل سنه وانت طيب يا ابونا وبعود الايام وان شاء الله دايما مصر بخير بيكم وبينا وبالعالم جميعا بالدنيا جميعا ان شاء الله. ويعني مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني. ان شاء الله في الفتره اللي موجوده ديت الغمه دي هتعدي وهتمر كل حاجه بسلام وبوجود حضراتكم معانا وبتشجيعكم لينا هنقدر يعني نتحرك في كل اتجاه يعني. اشكرك يا استاذ محمد. يطيب لي ابتداء ان ارسل اليكم جميعا تحيه ود وتقدير واعتزاز لما تبذلوه من جهد دؤوب يدل على وطنيه صادقه وحس وطني رفيع الشاهد عليه هو هذه المشاعر الطيبه والود المتبادل، فنحن جميعا نعمل من اجل رفعه وتقدم مصر، فكلنا مصريين نعيش على ارض واحده وتظلنا سماء واحده، ونشكر حزب مستقبل وطن لانهم جميعا على تواصل معنا وحريصين على تقديم التهنئه لنا في كل المناسبات الدينيه، وكذلك نود ان نشكر جميع القيادات السياسيه بالدوله على الاجراءات الاحترازيه التي تتخذها الدوله من اجل الحفاظ على جميع المواطنين. والحقيقه أن هذا التزام وطني والتزام إيماني في نفس الوقت، لأن الوطن يهدف إلى حماية مواطنيه وكذلك المؤسسات الدينية حريصة أيضا على حياة الإنسان. طيب يا ابونا أنا عاوز أسألك، أنت شايف الأستاذ حسن العفش قايم بدوره كويس معاكم وبيتواصل ولا كان عامل إزاي الفترة اللي فاتت معاكم؟ بنشكر الأستاذ حسن لأنهم في هذه الفترة ده اختبار بقى قدموا لنا مجهودا خصوصا في تعقيم الكنيسه وتعقيم الاماكن المجاوره لها، نشكرهم على ذلك. كل سنه وحضرتك ده واجب يا ابونا، ده واجب علينا يا ابونا، ده اقل حاجه ممكن يعني الحزب يعملها يعني في الفتره اللي احنا موجودين فيها دي يا ابونا. كل سنه وعليك بخير يا فندم. كنا نسعد طبعا، كان نفسنا نكون معاكم في العيد ده، بس طبعا نظرا للظروف الحاليه والاجراءات الاحترازيه لمكافحه انتشار فيروس كورونا كان نفسنا نكون معاكم في العيد ده زي العيد اللي فات، ونسعد بلقائكم. احنا مش هنقول مسلمين ومسيحيين، احنا هنقول مصريين زي ما متعودين بينا وبين بعض، ويا رب يعود عليكم الايام بخير وعلى مصر كلها.
نحن جميعا نصلي من أجل أن يحفظ الله بلادنا الحبيبة ويرفع عن مصر هذا الوباء في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكركم على مشاعركم الطيبة ونهني جميع المصريين في هذه الأيام، وإن شاء الله أيام تعدي بخير وسلام على كل مصر، ثم نفرح ونسعد معا جميعا إن شاء الله في الأيام المقبلة. نشكركم جميعا. شكرا جزيلا يا أبونا. زي ما بيقول القس باسيليوس، احنا بنأكد على اننا وطن واحد وعالم واحد وارض واحد ودم واحد ومصير واحد. يعني مهما يطلع علينا الخونة والمرتزقة بتاع الدولار واليورو، لا، احنا كلنا نسيج واحد، محدش هيقدر يفرقنا، ودايما وابدا هنقول تحيا مصر. خلينا نرجع للأستاذ محمد ونقول ان احنا شفنا رجال الاعمال الايام اللي فاتت كل واحد طلع علينا بتسريح انه بيكفل 50 أسرة، بيكفل 60 أسرة، والملايين عماله ياخدوها ويكنزوها، وللاسف الشديد المواطن المصري اللي في الكفور وفي النجوع محدش حاسس بيه ولا محدش شايفه. احنا عاوزين نشوف الاستاذ العضو النائب محمد ابو العينين اضافه لحزب الصبا الوطني الفتره اللي فاتت، يا ترى عامل ايه النائب ابو العينين لاهالي الحزب ولاهالي المحافظه؟ طبعا معالي النائب محمد ابو العينين هو مش جديد على المكان اللي هو موجود فيه، عمل الخير بالنسبه له كان دايم وموجود طول الفتره السابقه قبل الموجه اللي كانت بتحصل ديت، وفضلت مستمره كمان طول الفتره ديت العشر سنين من الثوره لحد النهارده هو شغال، والنهارده يمكن بيقدم كل يمكن امكانيات متاحه ليه ان بيقدمها لاهل الجيزه. هو حاليا بيقدم، لن يقفل الباب. انت راضي عن اداء النائب محمد ابو العينين؟ اداء بمليون الميه، واتمنى من الله ان تكون اداء كل النواب بهذا الاسلوب وهذا النموذج المشرف اللي فعلا نفتخر انه يكون عضو وعضو مستقبل الوطن. نرجع للاستاذ حسن وبنقول ان دخله رمضان، شهر رمضان المعظم، للاسف الشديد بنلاقي المسلسلات والاسفاف والالفاظ الخارجه كلها يمكن بتتجمع كلها في شهر رمضان. يعني اكيد هنتفاجئ بالبرامج التافهه، واكيد المقالب والملايين اللي عند رجال الاعلام اللي هو ضد البلد مش مع البلد، ورجال الفن والرياضيين اللي ما بنشوفش منهم حاجه. انت شايف اللي احنا عددنا كوادر حزب مستقبل الوطن، عد كوادر للمحليات هيكونوا نجوم المستقبل ويكونوا قادة المستقبل زي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيهتم دوما بالشباب ومؤتمرات الشباب، انت ايه الخطة المستقبلية لبناء فرد مواطن مصري شاب يقدر يتحمل مسؤولية في ظل وجود حزب مستقبل الوطن؟ والله يا فندم، هو توجه الحزب عموما بجميع قياداته من بداية من رئيس الحزب حتى أمين عام أمانة مركز أبو النمرس، بالتوجيه دايما بتمكين الشباب ومشاركتهم، لان امكانياتهم البدنيه اكتر مننا، وامكانياتهم في ان هم يقدموا عندهم استعدادات عاليه جدا. لازم نستغل هذه الطاقات لاستثمارها على ارض الواقع وتقديمهم في المشهد عشان يفيدوا بلدهم وشعب مصر جميعا. انا عندي ملحوظه بس للكوادر بالنسبه لهيئه المكتب. انا عندي هيئه المكتب امين المجالس المحليه والشعبيه الاستاذ مصطفى كمال همام الفقي، ده دايما بيعمل برامج، واخد بال حضرتك، وجلسات تعليميه لتدريب الكوادر الشبابيه اللي موجوده في المركز كلها حاليا على كيفيه يتعامل في الحياه السياسيه اللي موجوده. حتى في فتره الكورونا دلوقتي والعزل اللي احنا موجودين، ابتدى التعامل يبقى اونلاين من خلال برنامج زوم، وابتدى يبقى في اتصال، بيبقى في اتصال مباشر ما بين الشباب، لان هم دول اللي عايز اقول لحضرتك ايه المستقبل اللي جاي. النهارده هو الامل موجود فيه، واخد بال سعادتك؟ فده الهدف منه، ان انت تحاول تجمع مجموعه شباب تقول لهم افكار سليمه بالنسبه لل، عاوزين حته الانتماء للبلد. انا بقول لحضرتك الانتماء، احنا الحزب عموما ماشي بتوجيهات باتجاه في الاتجاه اللي ماشي فيه الدوله، ان ازاي الشباب يبقى عنده وعي،
ازاي الشباب يتعلم ويعرف ويبعد عن دماغه الافكار السيئه اللي ممكن توصله لمجهول. ولذلك ان احنا في انشطه معانا حتى مع امينه المراه النهارده بنسعى جدا في 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 محو الاميه و توعية السيدات، واحنا ماشيين في كذا اتجاه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال فضل صريح ومباشر، ويمكن احنا مش عاوزين نهرب منه وعايزين نحط دماغنا في الرمل ونعمل زي النعام. لا، احنا ان الفتره اللي فاتت احنا بنشوف كمين على الطريق، بنشوف رجال الامن واقفين، بنشوف اجراءات احترازيه يمكن بعض الناس بتمل منها وبتزهق منها. يعني انا كل يعني اي حد بيبقى قرب ناحيه كمين بتلاقيه خايف عاوز يختفي من قدام الكمين، بالرغم ان فرد الامن الموجود الضابط اللي موجود او الحراسه اللي موجوده على الكمين ده بيامنك وبيامنه وبيامن بيتك وبيامن. انت شايف التعاون ازاي مع الداخليه ومع الامن في الفتره ديت كشباب حزب مسابقه وكامن موجود في الشارع بيامن لنا الشارع؟ التعاون النهارده انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الجهاز الشرطه عامه بجميع فروعه واتجاهاته النهارده شغال بيبذل مجهود على ارض الواقع خرافي وغير طبيعي. حقيقه انا بقدم لهم الشكر كلهم بجميع اجهزه الشرطه، الضابط اللي موجود في الشارع، الضابط اللي موجود في المكتب، اللي موجود في القسم، كل واحد من دول بيبذل مجهود غير طبيعي. حضرتك راضي عن اداء الاجهزه يا فندم؟ مش راضي، ده انا عايز اقول ان انا كل يوم انا يعني ايه، انا بدعي لهم. هو خارج، هو مش عارف راجع ولا لا، هو مش عارف هيقابل ايه، هو هيقابل، هو بيبقى عاملين زي الجيش الابيض اللي هو الاطباء في المواجهه. هم يعني النهارده الشرطه مع الجيش الابيض الاطباء في مواجهه الحرب الشنعاء مع الكورونا. النهارده مش حرب عاديه، انا رايي انها مش حرب عاديه، فدي حرب عايزه ايه؟ فدائيين. يمكن انا بضم الصوت لصوت حضرتك، ويمكن الخير دليل الشهيد محمد الحوفي اللي الناس الارهابيين والعملاء والخونه اللي قاعده تتكلم افتكر ان البلد اتلهت خلاص وانشغلت في موضوع كورونا وسابوا الامن. للاسف الشديد لسه في ناس ما تعرفش قيمه مصر، ما تعرفش قيمه الداخليه وقيمه ظباطها وقيمه رجالها. وخلونا ناخد مداخله من الاستاذ احمد عبد الكافي. اهلا وسهلا بك يا استاذ احمد. اهلا وسهلا يا فندم. احنا معانا الاستاذ محمد سعيد هلال والاستاذ حسن العفش، ويا ترى حضرتك عاوز تقول ايه للقيادات حزب مستقبل الوطن في ابو النمرس؟ في البدايه محبوب بيه طبعا انا بشكر حضرتك على المداخله الكريمه، واسمح لي ان ارحب بالسيد الاستاذ محمد سعيد هلال امين الحزب المركز ابو النمرس. اهلا يا احمد. الاستاذ حسن العفش نائب الامين. واستغل الفرصه دي ان انا طبعا اثمن جهود الدوله والقياده السياسيه الواعيه، وبشكر السيد رئيس الجمهوريه والمؤسسه العسكريه ووزاره الصحه وجيش مصر الابيض لما يبذلوه من جهد لمواجهه الازمه اللي احنا فيها. ولا ننسى ان نتقدم بالتعازي لشعب مصر ولوزاره الداخليه في شهيد الواجب الوطني من رجال الامن الوطني الشهيد محمد الحوفي. وكذلك اتقدم بالتهنئه للاخوه الاقباط بمناسبه عيد القيام المجيد. محمد بيه، خليني اقول لحضرتك ان الاستاذ محمد سعيد هلال قياده سياسيه واعيه جدا، احتضن الشباب في فتره بسيطه، قدر ان هو فعلا يعمل هيكل تنظيمي في مركز ابو النمرس بيخدم في جميع النواحي الموجوده. وطبعا معانا اسماء ومعانا ناس زي حسن بيه، منهم الحاج رمضان العدالي والاستاذ مصطفى والاستاذ احمد رفعت، ناس كتير لو عديناهم مش هننسى، مش عايزين يعني نذكرهم كلهم، بس احنا بنقول على سبيل المثال للحصر. اقول لحضرتك حاجه عم بيه بمنتهى الامانه، احنا جيل يعني احنا جيل مظلوم، احنا جيل ما مارسش السياسه من 2010 غير في مظاهرات واستفتاءات واستحقاقات، ويعني شغل شاغل كتير جدا هو متابعه الاحداث دون الاشتراك فيها بعقل سياسي. فكان لازم يكون في قياده واعيه زي القيادات الموجوده في حزب مستقبل الوطن، وعلى راسهم طبعا الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، والسيد عبد الوهاب امين تنظيم المحافظه، والاستاذ عبد الناصر امين المحافظه، الاستاذ محمد سعيد هلال امين المركز،
انهم يحتضنوا الشباب ده ويفهموه الاول، يعدوا كوادر سياسيه. يعني حضرتك احمد بيه حضرتك راضي عن اداء الامين العام والامين المساعد؟ انت شايف ان هم ماشيين صح اتجاه الدوله ولا يا محمود بيه؟ ده احمد بيه، احمد بيه عبد الكافي امين الشؤون البرلمانيه عن المركز. النهارده له مجهود، وله مجهود وامر فعال موجود داخل المركز وداخل الفاعلات من اول ما اتنشا المركز عندنا في 2000 واخر 2019 اول 2020. ليه دور فعال عندنا في المركز غير طبيعي. من الاسماء نقول لحضرتك في اسماء كتيره جدا عندنا، انا شايف ومن اكبر الداعمين ومن اكبر الداعمين للامانه. أنا طبعا انا بشكرك، انا بشكرك احمد بيه جدا وسعيد بيك، وان شاء الله تبقى ضيفنا قريب في الاستوديو معانا. شرف لينا. بس انا احب انهي مع حضرتك، اتفضل، احب انهي مع حضرتك بحاجه بسيطه جدا، ان مبادئ حزب مستقبل الوطن مبدا مرسخ في اذهاننا، ان الحزب يؤمن ايمان كامل بدور المشاركه المجتمعيه لتخفيف العبء عن جهه المواطن ومحدود الدخل. شكرا لحضرتك. اشكرك يا فندم. شكرا يا احمد بيه. احنا عاوزين كلمه في عجاله من محمد بيه للمواطن اللي موجود في امانه المركز ال 11 قريه او ال 13 قريه، نطمئنه ان الدنيا ماشيه كويس، وان ان شاء الله باذن الله ربنا هي يسترها معانا في الازمه ديت، والحزب موجود ورجاله. عاوزين حضرتك تاكيد بس للمواطن لان الموضوع صعب. انا مع حضرتك، هو طبعا البلد مرت بظروف في الشهرين اللي فاتوا دوم، يعني كانوا صعب شويه على المواطن اللي موجود، بدايه من موجه التنين اللي هي الامطار والصعب، وجات اللي اصعب منها الكورونا. لكن انا يعني عندي عقيده بوجود الجيش الابيض وبوجود عزيمه اهل مصر وولاد مصر كلهم وشباب مصر، انه هيحافظ على الامر في موضوع الكورونا باكبر قدر ممكن. الوعي موجود، بس في ناس اللي ما عندوش علم هو عايز يوصل له الوعي. احنا بنحاول نوصل الوعي لهذا في ناس ما عندهاش، ما تعرفش يعني ايه كورونا، ما تعرفش يعني ايه خطوره الكورونا، فبنحاول نوصل الامر ده. غير ان احنا بنتعاون معاهم كمان، بنتعاون مع بعض الاجهزه سواء الوحدات المحليه او اي جهه حكوميه، لان احنا مش تبع الاتجاه اللي فيه الدوله ان شاء الله. شغالين طبعا تطهير وتوعيه للناس من خلال الاعلانات، من خلال البرامج اللي بنعملها بدون تجمعات، بنحاول نفقد ايه هذا الامر. ناخد كلمة من حسن بيه قبل ما نختم الفقرة بتاعتنا، وحاجة لرجال الأعمال. يعني أنا معايا بيان بأرقام، أرقام خرافية للفنانين وكلها أرقام صعبة جدا. يعني ال 40 مليون الفنان عادل إمام و 19 مليون رامز جلال في برامج تافهة يمكن بيستخف بعقول الناس، وأرقام كتيرة معايا. عاوزين الناس دي تساعد شوية الشباب اللي تعب ده. الله يا فندم اسمح لي الاول، انا عاوز اقطعك. اتفضل. انت حضرتك صاحب مؤسسه. صاحب مؤسسه، عملت ايه مع الناس اللي شغاله عندك الفتره اللي فاتت؟ طب انا ارد انا بقى بالحسن بقى، حسن ما ينفعش ارد. حقيقه انا هرد بس في عجاله اسيب للحسن عشان النقطه دي. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، الحمد لله بدي انا اتكلم على مستوى المركز عندنا. المركز النهارده مليء برجال الاعمال الخيرين، وعلى فكره كلهم رفضوا تماما ان اي حد يذكر اسمه في اي شيء. احنا عملنا فعاليه شتاء دافئ طبعا، ويمكن المحافظه ممنوع ان احنا نصور، وممنوع ده عادل بيه محرص عليه عشان خاطر اي امر اخر. يا باشا الراجل بيدي الناس فلوسها ومقعدها في البيت ولا الراجل؟ لا يا فندم، يا فندم عايز اقول لحضرتك وحضرتك صاحب مؤسسه برضو اكيد نفس القصه. يعني عايز اقول لحضرتك حاجه، هو بيخفف العماله اللي عنده، ماشي، مرتبات كما هي ماشيه. كل رجال اعمال ابو نمرس كالتالي، اللي قاعد وفي البيت وبياخد مرتبه وبيخفف، لو عنده 10 عمال بيخليهم 8 بيخليهم 7، مع تقليل طبعا الحظر في مده العمل اللي موجود، مع كل ده ما هوش مشكله. الناس كمان غير كده انها بتساهم. النهارده بتحاول يعني عايز اقول لحضرتك ما خبطناش على باب راجل اعمال في المركز، من ضمنهم طبعا الاستاذ حسن، وكان احمد بيلك كان معانا على التليفون حاليا، الا
وكل ما فيش حد يفكر، يعني عايز اقول ان في حد يفكر، لا ده الناس كلها عايزه تعمل الخير في امتي الى يوم الدين. انا شايف وقت البرنامج عدى سريعا مع القيادات واسماء، يمكن اسماء ورموز في مركز ابو النمرس وكبار عائلات، يعني يمكن انا اعرفهم شخصيا ولهم كل التقدير وكل الاحترام. الاستاذ حسن واحد من رجال اعمال الشباب اللي دور في الشارع المصري بدعم الشباب وفتح شركاته، محمد بيه سعيد هلال، انا بشكركم جدا. وعاوز تضيف حاجه؟ اه طبعا. اسمح لي قبل ما نختم الحلقه عايز اوجه على فكره انا عندي مداخلات كتير جدا في الانتظار، واحنا بنعتذر بس عشان ضيق الوقت والبرنامج لسه فيه فقرات ثانيه. اسمح لي اقدم كلمه لكل اهالي مركز ابو النمرس والشعب المصري جميعا، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين مسلمين ومسيحيين بقدوم شهر رمضان المبارك واعياد القيامه المجيده، وكل سنه يا رب والشعب المصري كله بخير بكل اطيافه، ويا رب عن قريب جدا تنتهي الازمه بتضافر جهود حزب مستقبل وطن مع الدوله لانهاء هذه الازمه في القريب العاجل. انا كل سنه طيبين، تحيا مصر. انا بشكرك مصر. حسن بيه وبشكرك محمد بيه. العفو يا فندم. والوقت عدى سريعا، انا المفروض ان احنا يبقى حلقه او اثنين وثلاثه مع حضراتكم، واكيد لنا ان شاء الله لقاءات ثانيه. انا بشكركم ومتشكر جدا. فاصل ونستقبل ضيوفنا في الفقره الثانيه. ورجعنا من الفاصل وخلونا نستقبل ضيوفنا احفاد يوسف الصديق. احنا مش بنقول كلامه خلاص، لا، شباب قريه العزيزيه مركز البطرشين منطقه زليخه منطقه العزيزيه عزيز مصر. خلونا نرحب بقامات وناس اختارهم الشباب، في اختارهم كبار العائلات ان هم بيمثلوهم في حل مشاكلهم. يعني المجموعه اللي احنا نتعرف عليها، المجموعه المحترمه الموجوده دي، ناس اختارتهم في اجتماع في البلد في القريه، اكتر من 20 عائله او 50 عائله اختاروهم ليمثلوهم في المجالس العرفيه وفي اداره الازمه اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وخاصه واخرها ازمه كورونا. ويمكن اعمالهم بادرات كتير قوي هنتعرف عليها النهارده، بس خلونا نتعرف عليهم. الحاج محي رشدان رجل اعمال، اهلا وسهلا بيك يا محي بيه. المهندس حموده الفار، اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. الحاج حسن عبد السميع سلام رجل اعمال، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمود. خلونا نبدا النهارده. الحاج محي رشدان، الحاج محي رشدان اسم كبير. عندنا النائب محمد رشدان، عندنا ثوره 19 اللي كلنا كنا بنحتفل بيها بمناسبه اعياد الجيزه، بدات وانطلقت الشراره من بيت الحاج محي رشدان حفيد محمد بيه رشدان. نتعرف على محمد بيه رشدان. لا، هو قبل محمد بيه رشدان يا استاذ محمود كان في ابراهيم الدسوقي رشدان، هو ده الاساس في ثوره 19، كان مشترك فيها يعني، وكان لدوره في الثوره الملك فاروق اداله البكويه اهداء منه يعني، عشان وبعد كده كمل بقى بعدها محمد بيه رشدان، وبرضه كان من الناس اللي هم يعني كرموا من القيادات الحكوميه وقتها. وعلى فترته كان مصطفى بيه النحاس، مصطفى النحاس باشا، زار قريه العزيزيه. قريه العزيزيه استاذ محمود تاريخ، تاريخ كبير وحلو ومشرف، ولينا الحمد لله يعني ضاربين من قديم الازل. سميت قريه العزيزيه على اساس عزيز مصر كان فيها، وجزء كبير منها زي ما قلت لحضرتك برضو في البدايه سمي بزليخه مرات عزيز مصر. عاش فيها وتربى سيدنا يوسف عليه السلام. كل ده تاريخ العزيزيه، تاريخ مشرف يستحق ان الشباب اللي موجوده حاليا تشرف بانهم ينتموا الى القريه دي. الجينات بقى استاذ محمود بتطلع من رحم الازمات، بيتولد الشباب وبتتولد الرجال اللي بيقفوا في الازمات اللي زي دي. اذا هنرجع لاداره الازمه ونسمع من المهندس حموده الفار.
ازاي جت فكره تكوين مجموعات الشباب الفتره اللي فاتت، على اساس انك انت اكيد كان في حاجه من وراء تجميع الشباب في ظل الازمه اللي كانت موجوده. والله يا استاذ محمود، هي البدايه ان اهل القريه اجتمعوا على اساس ان كان في شويه مشاكل في البلد كتيره حصلت في الفتره الاخيره. فقبل موضوع الامطار وقبل موضوع الكورونا قبل الحاجات دي كلها. فقال البلد كلهم عملوا اجتماع، تمام، وقالوا لازم يكون مجموعه من ناس من الشباب في البلد ان يقودوا الشباب لحل هذه الازمات. لجنه مصالحات، لجنه ازمات، لجنه خدمات، ماشي، على اساس نبدا اللجنه ديت وهي مسؤوله قدام البلد ان هي تحل كل المشاكل للبلد، من خناقات مثلا، من خدمات في البلد، من اي حاجه في البلد الموضوع ده يتم. بدانا اللجنه وبدانا نشتغل، انا والناس اختارتنا، انا والاستاذ محي رشدان وبعض الاخوه برضو معانا والحاج حسن، تمام، واخترنا بقى اخترنا مجموعه شباب معانا ما شاء الله زي الفل. الناس طبعا بدانا نصالح ناس كانت زعلانه مع بعض، واللجنه اشتغلت، وجت موضوع الازمه بتاع الاول اللي هي بتاع السيول، ماشي، اشتغلنا مع الناس برضو في البلد، ما استناناش حد يساعدنا، احنا اشتغلنا مع الناس. طب نرجع لحضرتك تاني ونشوف الحاج حسن. الحاج حسن سلام، رئيس جمعيه تنميه المجتمع المحلي في قريه العزيه، عاوزين نعرف ايه الدور اللي بتقوم به الجمعيه، وايه المساعدات، و ايه الخدمات اللي بتأديها الجمعية لقرية العزيزية. على فكرة قرية العزيزية تعدادها يقترب من 100,000 نسمة، 70,000، مساحتها 1159 فدان، فيها رموز كتير يمكن كرامتها الدولة، أكيد هنتعرف عليها من خلال الحوار النهاردة. يعني أقول أنا أتكلم عن الجمعية نبذة سريعة كده عن الجمعية. الجمعية دي أنا شغال فيها من 2005، ماسك فيها أمانة الصندوق. الحاجات اللي اتعملت أثناء وأنا موجودة في الجمعية، عملنا محلات تجارية، عملنا عياده مستوصف طبي دلوقتي مش موجود منه غير عياده الاسنان، عملنا بروتوكول مع جمعيه اخرى، ادينا قروض من ما يقرب من 50 اسره ل 70 اسره، 50 اسره خدوا كل واحد 10,000، ومن 50 اسره لغايه 70 اسره كل واحد خد 5,000 جنيه. 5,000 ازاي؟ بدل ما اديله انا 100 جنيه يصرفها في 5 دقايق، لا انا بقول له اعمل مشروع. اعمل مشروع. وهاخد منك الفلوس دي على 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 اقساط. وموجوده الاسماء دي موجوده في الجمعيه، حوالي 50 اسره خدوا كل واحد 10,000 جنيه، وحوالي 20 اسره خدوا كل واحده 5,000 جنيه. من ضمن الحاجات اللي عملتها الجمعيه ان احنا عملنا نفسي اكمل المشوار بان انا اعمل مستوصف طبي على اعلى مستوى. ماشيين في يعني اكمل المشوار اعمل مستوصف طبي على اعلى مستوى. بلد الناس خدمات كتيره جدا. الجمعيه مش هتقدر تقوم بيها كلها، احنا مش هنقدر نقوم كجمعيه بالحاجات اللي هتقول اللي هي محتاجها البلد. عزازيه في 70,000 بني ادم في العزازيه، ما فيش طريق، ما فيش مواصلات. حد يقول ان بلد ما فيهاش مواصلات؟ حد يقول ان بلد ما فيهاش خدمه مواطنين؟ ما فيش مكتب واحد خدمه مواطنين؟ واحد بس في البوسطه يزل الناس عشان يقبض؟ عشان تقبض؟ طب نسمع من الحاج محي. احنا شايفين صور للشباب بيعرضوها لنا زملائنا، صور بصراحه تشرف، شباب كويس، شباب يمكن في فيديو تطهير ورش موجود اهوت. اتفضل يا حاج محي. اللي انا عايز اوصله لحضرتك يا استاذ محمود، اذا كان كرمنا زمان ايام الاجداد وكده، يعني دلوقتي برضه في بتلف الدايره ويجي في ناس حديث العهد وكرموا من رئيس مجلس الوزراء على رأسهم المهندس جمعة طغان، ده نشرف بيه وقريتنا لازم تشرف بيه ولازم نستغل وجوده بيننا، لأن هو أنا عارف كويس قوي إن هو في مجهود بيعمله بس للأسف مع محافظات بره. وحضرتك يا ريت يعني لو تكلمه برضه هو يبقى له كلمة ورأي في الحكاية. يا ريت مداخلاتنا نفتح التليفونات ونستقبل مداخلات. أما بالنسبة للشباب اللي موجود يا أستاذ محمود دلوقتي واللي هو من بداية أزمة السيول زي ما قال الحاج حموده ديت، بصراحه يعني لقينا شباب يفرح، شباب حلو جدا، هم بس كانوا محتاجين الطاقه، محتاجين التوجيه واحنا ككبار يعني عندهم في السن زي ابهاتهم بالظبط،
ونسعد ونتشرف انهم يكونوا ابنائنا، قاموا مجهود يعني بصراحه كبير جدا. وانا ما اعتقد ان حضرتك يعني لامس ده بنفسك، وبقيه الناس لامسه، والقريه مساعداهم وبتشجعهم والحمد لله، والاعداد بتزيد وفي ايجابيه الحمد لله موجوده. فيعني احنا بصراحه قريتنا بدات دلوقتي، يعني الجينات التاريخيه اللي موجوده في الاجداد تطلع دلوقتي. كل العائلات دلوقتي يا استاذ محمود كلها على قلب رجل واحد. العزيزيه بالذات قدام اي حاجه تانية بتلاقيهم رجل واحد. خلينا سيبك من اننا عائلات فلان او علان كده يعني من غير ذكر اسماء، انما بره احنا الحمد لله هو رجل واحد. احنا معانا مداخله للاستاذ عصام بدري سلام. اهلا وسهلا بك يا استاذ عصام. اهلا وسهلا يا محمود. احنا معانا الحاج محيي والمهندس حموده والحاج حسن، وانت رايك ايه في اللي بيقوموا بيه دلوقتي في اداره الازمه؟ صراحه بنشكر كل الناس اللي عندك طبعا، وبنشكر حضرتك على المجهود اللي انت عامله، ان انت بتقدر تعبر عن الناس وشغلها، والناس دي قامات محترمه عند حضرتك بتقوم بدور كبير يعني بصراحه في الازمه اللي احنا فيها، وكلنا متكاتفين مع بعض وبلد واحده ان شاء الله، ونعدي الازمه دي على خير طبعا باذن الله. محدش تاخر عن حد في اي حاجه، عندنا منظومه عاملين خضار وعاملين حاجات ميسره للناس، عاملين لحوم، كل اللي بنقدر نعمله من حاجاتنا الشخصيه، ما بنستناش حاجه من حد، وكل ده حاجات طبعا من جيوبنا احنا، وكل ده البلد، واحنا خدامين الوطن، وفي اي وقت وربنا يعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. شكرا استاذ عصام. نشكر طبعا الحاج محيي، ونشكر الحاج حسن، وبنشكر الباشمهندس حموده، وشكرا لحضرتك. شكرا جزيلا استاذ عصام. نرجع للحاج حموده ونتكلم عن المشاكل اللي بتواجه قريه العزازيه. الحاج حسن كان لمح لحاجات كتير، واضح ان القريه بعيد عن الخدمات وبعيد عن اعين المسؤولين، وايه اللي ممكن تضيفه؟ بص اقول لك يا استاذ محمود، هو الاول كان فعلا الخدمات ناقصه شويه. من ساعه ما بدانا احنا دلوقتي الحمد لله مفيش حاجه، يعني بدانا هنقدر نعمل حاجه. انت حضرتك يعني انا الوقت حضرتك مش اجهزه تنفيذيه، انت حضرتك راجل متطوع. متطوع يعني انت مش يعني انت شفت يا باشا الموضوع الازمه اللي هي بتاع كورونا ديت، شفت الشباب احنا عملنا ايه؟ احنا ناس بلاش الشباب يعني بيشتغل شغل يعني ذات، يعني عن طريق رجال الاعمال في البلد جبنا الكلور، جبنا الحاجات، الشباب انطلق في القريه محدش طلق كلها تمام، ودفعوا عن القريه ورشوا البلد كلها، كل يوم قعدوا رشوا كل يوم تمام. بدأنا موضوع عملنا في استغلال من التجار في البلد، جبنا احنا الخضار وجبنا اللحمه وظبطنا تمام السعر. وغبطنا شايف شايف الحاج حسن عاوز يضيف حاجه. انا اضيف، انا نفسي البلد تبقى حلو، بس ما حدش من المسؤولين بيسال فينا صدقني. احنا نقوم بيها، هنقوم بيها، هنقوم بيها يعني احنا نقدر نعمل صرف صحي زي ما اخ قال اننا نقدر نعمل صرف صحي؟ ما احنا شايفين يا حاج حسن نقدر. طب انت ايه رؤيتك للفتره اللي جايه؟ انا عايز المسؤولين عنا يسالوا فينا. انا رحت قعدت مع اجتماع في مجلس في البدرشين، ما اتكلمش غير على البدرشين بس يا استاذ محمد. ما هو احنا يعني الازياء دي مش تبعه؟ لما انا سالته قلت له يا ريس الازياء مش تبعك؟ في صحوه. هو واضح ان العزازيه وزيها زي كوره كتير مشاكلها قريبه من بعض، لكن احنا شايفين في فعلا في صحوه. في شباب بدا يتحرك يعبر عن نفسه، وبدا يترك الخلافات والحزازيات والعائلات والكلام ده، كلهم التفوا حوالين المصلحه العامه والصالح العام. بس انا عاوزك تقول كلمه للشباب يا حاج حسن. الشباب احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، الشباب بتاعنا شباب بقى مثقف على علم، على يعني ناس يعني مش قادر اقول لك عدوا المراحل اللي فاتت كلها في كورونا، في موضوع الازمه دي بالذات. نسونا القديم، نسونا كل حاجه، نسونا القديم صراحه يعني. لما مجرد ان احنا قعدنا جت الفكره واحنا قاعدين في النادي نلم فلوس عشان نرش، في اقل من نص ساعه محدش اتاخر، كنت جايب العربيات، جايب المكن اللي بيرش، رحنا عباد محمود عباده راح اشترى المكن، وكان رش من 16000 من مصر، وجه الشباب طلع ورش لبس، وكان يعني شباب. رساله متوجهه حضرتك للساده النواب والرئيس مجلس المحلي ورئيس القريه انت شايف ازاي؟ نفسي مره يبقى مكتب خدمه مواطنين في البلد، نفسي قبل ما اموت، نفسي. المفروض نفسي. موجهه للحاج حموده،
واضح ان الحاج حسن بيتكلم بتلقائيه وبيتكلم بصراحه، واضح ان هو حزين على البلد وعلى المستوى اللي وصلت له البلد. فعلا يا استاذ محمود هو مطلوب مكتب خدمه مواطنين في البلد، نفسي ونفس النواب، النواب ياخدوا بالهم، نفس المستشفى بتاع البلد تشتغل. الحاج محيي والله لا انا املي في ربنا كبير وفي شبابنا، شبابنا ان شاء الله بعد ما تعدي المرحله اللي احنا فيها دي هيبدعوا وهنكمل مش هنسكت. يعني احنا بنقول يعني بنقول ان القامات الموجوده معانا الثلاثه من رجال الاعمال موجودين في قريه العزيه رموز محترمه يمكن برضو نعرفهم شخصيا، لهم دور على ارض الواقع، بيساندوا بلدهم، بيخلصوا لبلدهم، حته الولاء والانتماء ده عندهم. احنا دايما كلنا بنلتف حول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صحيح. حول الاجهزه بندعم جيشنا وبندعم شرطتنا، صحيح. وكلنا بنقول تحيا مصر. صحيح. صحيح طبعا، صحيح طبعا، بشكر الرئيس طبعا، بشكر اللي عامله، مفيش قريه في الـ بشكر كمان والله الشرطه المصريه بصراحه قايمين بمجهود كبار، بس يا ريت الشعب يعني الناس تساندهم، يعني الشعب ما زال برضه في يعني ايه يعني مثلا الراجل الناس يقول لك يعني اقعدوا في بيتكم، انت تروح يا استاذ محمود للسواق تلاقي الناس كتير قوي يا جماعه، طب اقعدوا الوعي يعني انا والاستاذ محي رحنا الوعي. رحنا السوق بدل مره اثنين وحاولنا نلغي السوق ده اهو، يمشوا واحنا موجودين يمشوا، بعد ما نمشي بنص ساعه تلاقيهم رجعوا تاني مالوا السوق. انا بشكرك جدا يا حاج حموده ان شاء الله خير. يعني انا شايف لو في اي رسائل حضرتك عاوز توصلها للمسؤولين توصلها للسيد الرئيس توصلها رساله في عجاله كده في نص دقيقه. رساله اذا كان في رساله فبصراحه احنا بنشكر البلد كلها، يعني في صحة. حاليا في في صحوه الحمد لله موجوده، وباذن الله ان شاء الله بنشكر طبعا شرطتنا اللي قايمه بمجهود في الازمه دي. لا صراحه موجودين، هو ده كان عتاب استاذ محمود على الاعلام اللي بيضخم الصوره قوي، يعني بلاش تضخيم الفيروس اللي عايشينه ده. انا مع حضرتك ان فعلا في حد قاعد على صفحات الفيس مش عارف ايه اللي بيدور في الكواليس ومش عارف المشاكل اللي بتواجهها البلد، بيخلق رعب، بيهدد الناس. انا بحيي حضرتك يا حاج محيي، واحد من الناس المخلصين. بحيي حضرتك يا حاج حسن، بحيي الحاج حموده، ولقائنا يمكن عدى سريعا واكيد في لقاء تاني، وكلنا دايما بنتفق على ان تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا جيش مصر وشرطه مصر. اشكركم والى اللقاء في لقاء قادم ان شاء الله. تحياتي محمود عبد.